انطلق قطار الامتحانات الرسمية بدءا من محطة الشهادة المتوسطة البروفي التي يتقدم إليها 60,000 تلميذ يتوزعون على 407 مراكز في مختلف المناطق اللبنانية. اليوم الأول للامتحانات سار بهدوء، وقد جال وزير التربية حسان دياب على عدد من المراكز متفقدا التلامذة محاورا إياهم ومطمئنا إلى حسن سير الامتحانات، وبثقة تحدث عن عملية التصحيح. موضوع التصحيح عم نعالجه مثل ما عالجنا المواضيع الأخرى بهدوء برواق بعيد عن الإعلام، وإن شاء الله ما بيصير إلا اللي بدهم إياه. الثقة التي أبداها الوزير دياب لم تنسحب على الاعتصام الذي نفذه الأساتذة في وسط بيروت، حيث جددوا التأكيد أن تصحيح الامتحانات الرسمية متوقف حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. ملف التصحيح لا يزال يراوح مكانه، فهل ينتظر التلامذة صيفا قلقا من دون نتائج؟ أم أن الاتصالات الجارية ستسهم في إيجاد الحل النهائي لهذا الملف؟